اهلا بيكم من جديد ونبدا نهارك عالمي من عند نادي يوفنتوس الايطالي واللي تعاقد طبعا مع لاعب الوسط الشاب نيكولو فاجيولي الموقوف خلال الفتره الحاليه بعد تورطه في المراهنات بعقد جديد حتى عام 2028 المقبل. يوفنتوس قال في بيان عبر طبعا فيه وكان على موقعه الرسمي قال انه بيعلن عن تجديد عقد نيكولو فاجيولي حتى 30 يونيو 2028 اللي كان مع يوفنتوس منذ قطاع الشباب في عام 2015 عندما كان عمره 14 عاما فقط. وكمان أكد النادي على دعمه لنيكولو فاجيولي في رحلته العلاجية والتدريبية وصرح انه هيقدم ليه كل الدعم اللي هيحتاجه في الأشهر المقبلة. وكمل النادي خلال بيانه الرسمي ان نيكولو لاعب مهم جدا للفريق وقدرته الفنيه وذكائه التكتيكي معروفا للجميع. واتم البيان وقال ان فاجيولي يجب ان يعرف انه قادر على مواصله العمل والتدريب كل يوم مع الفريق بالهدوء وهو يعلم اننا نعتمد عليه وننتظره. وتعرض فاجيولي الى عقوبه الايقاف لمده 10 شهور كامله بسبب تورطه في قضايا المراهنات مع مجموعه من لاعبي المنتخب الايطالي والذين تم تطبيق عقوبات قاسيه عليهم هم كمان.